ومصلحتك تهمني فوق أي اعتبار، مصلحتك هي الأولى. إذا كتشوف أولادي باللي قريتك أحسن منا إحنا كاملين، وبصراحة غير كمل قريتك، غير هو أولادي خصك تعرف راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيمة. القراية أولادي راه كتبغي الفلوس، وانا دوك جوج فرانك اللي كنشد يالله كافياني باش نتكافى مع الزمان. وشوف تشوف ولدي، انا من صغرك حتى تكبرتي لهاد المستوى اللي انت فيه دابا عمرني ما تخليت عليك، دائما في جنبك، كتوبة، حوايج، أي حاجة، دائما في جنبك. واليوم أوليدي ملي احتاجيتك وقفت عليك، كتقول لأمك بلي غادي نجمع حوايج ونمشي بحالتي. مش ما كتشوفش بلي أنا كبرت وما بقت عندي صحة، ومشي بعيد غدا ولا بعد وغادي نموت. ايوا الى متى وليدي؟ اش هتاكلو؟ اش هتشربو؟ اش هتكساو؟ وفين راه تسكنوا؟ اش رضيك وليدي عائلتنا تشتت؟ رضيك وليدي باللي اختك تخرج الزنقة وامك تمشي تخدم مع الناس؟ تصور ان امك تمشي تطلب؟ اش رضيك هذا وليدي؟ صباح الخير ولدي. خليت البليدة والحطب، جيت المدينة نحقق أحلامي، طرق الجبل وطاح ولد عمي حطيت الحالي سلام يا شاوش القيد، تحد في الدنيا ما كامل زوقت تصور كله غزايد يسحبني منك العمل، سكنتيني في براكة سمع طيح ثم موجود والحاج دور الحركة وانا ما تنسي الله يعاود. دخل.